مساء الخير إليكم. أبرز العناوين: عبارة الموت في إندونيسيا، الأهالي يصعدون، وفد رسمي إلى جاكرتا، وتوقيف شخص متورط في التسفير. خبراء الكيميائي وصلوا إلى دمشق لمباشرة مهمتهم، وعرقلة الميزانية الأمريكية، هل تشل الدولة العظمى؟ نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وجوزيان رحمي. مساء الخير. إذن إنها الألف ألف بدلا من السين سين. كانت القاعدة الذهبية أن معادلة سين سين، أي السعودية وسوريا، هي التي تحكم التوافق اللبناني اللبناني، وعندما اهتزت هذه المعادلة وسقطت علق الوضع اللبناني في جمود وشلل لم يخرج منه بعد. اليوم استجدت معادلة ألف ألف، أي أمريكا إيران، فبدء التوافق بين واشنطن وطهران لم يؤدي إلى خلط الأوراق الإقليمية فحسب، بل أدى إلى بداية مرحلة جديدة في المنطقة لم تعرف عناوينها وملامحها بعد، لكنها مرحلة تستدعي جملة من الأسئلة، ومنها: ما هو مضمون التقارب الأمريكي الإيراني؟ هل يقتصر على الملفات الشائكة بين البلدين، أم ينسحب على الملفات الشائكة في الخليج والعراق وسوريا ولبنان؟ ما هي حدود الدور الذي سيعطى لإيران؟ هل ستطلق يدها في بعض دول المنطقة أم أن هناك سقفا لنفوذها؟ وكيف بالإمكان تحديده؟ ما هو مؤكد ألا اتفاقات من دون أثمان؟ فما هو الثمن الذي سيعطى لإيران؟ وأين؟ هل في سوريا أو في لبنان؟ والسؤال الأهم: كيف سيتم تصريف هذه التحولات في الواقع اللبناني؟ وعمليا، هل بات ملف تشكيل الحكومة مرتبطا ببلورة المرحلة الجديدة؟ في انتظار الأجوبة، بقي لبنان غارقا في ملفاته، القديم منها والمستجد. ففي الملفات القديمة، الهيئات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر مجددا في عين التين وفي المصيبة. وفي الملفات المستجدة، هناك مأساة عبارة الموت في إندونيسيا، والتي في كل يوم تتكشف معطيات جديدة في شأنها، تزامنا مع تواصل التحركات الميدانية للأهالي. ومن هنا البداية. إذن أجواء الغضب مستمرة لدى أهالي ضحايا العبارة الإندونيسية الذين يلحون على عودة الناجين، لأن شوارع طرابلس أصبحت المنبر الوحيد الذي يوصلون صوتهم عبره. نصب أقرباء المفقودين في أندونيسيا هذه الخيمة عند مستديرة أبو علي، وبدأوا جولة اعتصامات وقطع طرقات للضغط على الجهات المعنية لإعادة ذويهم من جزيرة جاوا الإندونيسية، أحياء كانوا أم أموات. هلا لأنه منطقة طرابلس فقيرة تركينهم، بدنا غطاسين من لبنان من حي الله بلد يروحوا يغطسوا يشيلوا الميتين، منشيلهم نحن هن وعظام السمك عم ياكلهم، قالن 4-5 أيام بالبحر. أنا عتبي بس على النواب الكذابين المحتلين تبعون طرابلس، ما أجا واحد منهم سأل شو فيه، ولا أجا واحد منهم قال شو بدكم، ولا أجا واحد، أنا شفنا واحد نزل على الأرض وقال رحنا معكم، نحن ما بيعرفونا إلا وقت الانتخابات، بس خلنا نشوف وين رحنا وقت الانتخابات لنشوف شو بدنا نعمل فيهم. نطلب من الشعب الاسترالي اللبنانيين باستراليا واللبنانيين باندونيسيا، بنقول لهم تضامنوا معنا ونزلوا بالمظاهرات. بعد تجاوز مستديرة أبو علي عبر سلسلة من الطرق الفرعية، وصلنا إلى نقطة البداوي حيث كان المشهد ذاته. بيزبط الوضع باندونيسيا، مزبط الوضع هون، ما بيزبط باندونيسيا نحن هون مفتوح، مفتوح يعني الاعتصام مفتوح. سمعنا انه بدهم تحليل دي ان اي، ورحنا برمنا لا نعرف وين بدنا نروح، ما عرفنا لا في دوله حكتنا ولا حدا حكينا. وفيما اثمرت المساعي السياسيه والامنيه عن اعاده فتح طرقات عكار صباحا، لم تفتح طرقات طرابلس والبداوي الا مع حلول المساء، وذلك بعد حصول الاهالي على تعهد من قبل وزير الداخليه مروان شربل باعاده ذويهم خلال 48 ساعه. الدولة من جهتها تتحرك، بعثة تنطلق إلى إندونيسيا غدا. لا، لم نتأخر، وبعثتنا في إندونيسيا التي انضم إليها السفير في ماليزيا علي ظاهر تتابع ملف العبارة منذ حصول الحادثة. إنه لسان حال الحكومة اللبنانية التي شكلت بعد اجتماع في وزارة الخارجية، تخلله اتصال من الرئيس سليمان بالأمين العام للخارجية، وفدا سينتقل إلى جاكرتا ظهر الأربعاء لمتابعة القضايا المتعلقة بالملف من نواحيها كافة. سيتابع الوفد بداية قضية الناجين الذين باتوا داخل أحد الفنادق على نفقة الحكومة اللبنانية، وسيؤمن لهم جوازات السفر للعودة. وقد نفت الخارجية أن يكون أي منهم قيد الاعتقال،
بحسب معلومات الناجين كان على متن العبارة 68 لبنانياً إضافة إلى جنسيات أخرى. تأكدت نجاة 18 منهم، فيما البقية في عداد المفقودين. وبسبب الأحوال الجوية السيئة لن تنجز أعمال البحث قبل 10 أيام، ولم يعثر إلى الآن سوى على 28 جثة من جنسيات مختلفة. خلال 24 ساعة تنجز عملية أخذ الـ DNA من أقارب الضحايا في لبنان بإشراف القضاء اللبناني على أن ترسل إلى إندونيسيا. سيرافق الوفد أحد الخبراء الدكتور فؤاد أيوب أيضا لمطابقة العينات ولمطابقة الـ DNA، وعندما تنتهي هذه الإجراءات أعتقد أنه الجسامين ستنقل إلى لبنان. هذا ووعدت وزارة الهجرة الإندونيسية بتسهيل معاملات اللبنانيين الذين لم يتمكنوا من الصعود إلى العبارة كي يعودوا إلى لبنان. أفادت مصادر قضائية للLBCI بأن هناك شخصاً واحداً موقوف في قضية الهجرة غير الشرعية إلى إندونيسيا، وقد جرى الاستماع إلى 4 من أصحاب مكاتب السفر تركوا جميعاً وأحدهم بسند إقامة. وأشارت المصادر إلى أن البحث جار عن المتورطين الفعليين في ترحيل اللبنانيين لتوقيفهم وهم ما زالوا في شمال لبنان. أما اللبنانيون الموجودون في إندونيسيا فما هو وضعهم بحسب القانون الدولي؟ لا يعفي القانون الدولي الناجين اللبنانيين من كارثة العبارة الإندونيسية من المسؤولية القانونية. السلطات الإندونيسية ستعالج 3 حالات من المخالفات المرتكبة من الناجين: تجاوز إقامتهم في إندونيسيا مدة تأشيرتهم السياحية، إخفاء وتمزيق الأوراق الثبوتية وجوازات سفرهم، إضافة إلى محاولتهم مغادرة إندونيسيا بطريقة غير شرعية وهو ما يعتبر جرما جزائيا. السلطات الإندونيسية لها الحق قانونا في محاسبة الأشخاص الذين حاولوا أن يغادروا إندونيسيا عبر منافذ بحرية أو جوية غير شرعية، ولكن هذه الحالة خاصة لأن هؤلاء وهم ضحايا ولو كانوا ناجين ولا يعرفون وسائل نقلهم إلى هناك. من هنا يسمح القانون الدولي بترحيل الناجين إلى بلادهم بعد دفع نفقات التغريم وإعادة تأمين الأوراق الثبوتية. في شأن السوري، أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن من غير الواضح إذا ما كانت الدول الغربية ستتمكن من إقناع ممثلي المعارضة السورية بحضور مؤتمر جنيف 2 منتصف تشرين الثاني، تزامنا تنطلق مهمة مفتشين نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا للتخلص من ترسانتها الكيميائية، مع وصول الفريق المؤلف من 20 خبيرا تابعين لمنظمة حظر هذه الأسلحة إلى العاصمة دمشق، وذلك بعدما عبر موكب المفتشين الحدود اللبنانية في البقاع عند نقطة المصنع. ويتوقع أن تستمر مهمة المفتشين في سوريا حتى منتصف عام 2014 على الأقل. تتابعون بعد هذا الفاصل. الهيئات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر مجددا وارتفاع وتيرة العنف الجسدي والجنسي في لبنان. ونتابع نشرتنا الإخبارية مع جولة الهيئات الاقتصادية. أكد الرئيس نبيه بري أمام وفد الهيئات الاقتصادية عدم التمادي في التشاؤم رغم الأجواء القائمة وتعطيل المؤسسات، معتبرا أن لبنان الأفضل نسبيا في المنطقة على الرغم مما يشكو منه. وكان وفد الهيئات الاقتصادية رفع للرئيس المكلف تمام سلام شكوى جديدة بشأن الفراغ الحاصل على صعيد رئاسة مجلس الوزراء وتأثير ذلك على الواقع الاقتصادي والبنية الاقتصادية. ونحن ندعمه، خصوصا وأن المرحلة الراهنة تحتاج إلى توحد اللبنانيين لا إلى مزيد من التشرذم والتناحر في ظل العواصف الهوجاء التي حاصلة في المنطقة والتي لا نريد أن تطالنا رياحها، كون لا طاقة للبنانيين منقسمين على أنفسهم على تحملها. الهيئات اليوم القطاعات الاقتصادية مؤشرات فيها سيئة ووصلت إلى أدنى الدرجات ولا يمكن للبنانيين أن يتحملوا. كتلة المستقبل والسلاح وتكتل التغيير والإصلاح والنزوح وجعجع والحكومة في التقرير التالي.
رأت كتلة المستقبل أن ما شهدته بعلبك أخيرا يشكل حلقة ضمن ما أسمته سطوة سلاح حزب الله على الحياة العامة، ما يتسبب ببؤر توتر. إن عدم تكرار هذه الحوادث يتطلب سحب حزب الله ميليشياته من كل القرى والمدن والمناطق اللبنانية، بحيث تتولى الدولة مهام حماية الوطن والمواطن. أكد تكتل التغيير والإصلاح أن الطرح العملي لمواجهة موضوع النزوح السوري هو بإقفال الحدود. ما بيكفي يطلع وزير أو يطلع رئيس أو يطلع مسؤول بالدولة اللبنانية يقول هذا خطر كبير وأثره الاقتصادي كتير ضخم، ونحن بسنة ما رح نقدر بقى رح نخسر 220 و230 ألف فرصة عمل ممكن. هذه دراستنا عملت، وآخرة النهار نرجع نقول لكن الحدود لازم تبقى مفتوحة. أكد الدكتور سمير جعجع بعد لقائه الهيئة التأسيسية لرابطة مخاتير المتن أن هناك ضرورة قصوى لتشكيل الحكومة. بدي أتمنى على فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أنه يشكل الحكومة، لأنه النطرة من هلأ وطالع ما بيطلع منها شيء ورح تكون من دون أي طائل. ورأى جعجع أنه من دون وجود حكومة فاعلة لا استمرارية للسلطات. النزوح السوري إلى لبنان على رأس سلم الأولويات الفرنسية. بالنسبة للوزيرة المكلفة بشؤون الفرنسيين في الخارج إيلان كونوي موغي، ما يمر به لبنان بظل تداعية الأزمة السورية وتدفق اللاجئين إليه شبيه بما يمكن أن تواجه فرنسا إذا وصل إليها فجأة 20 مليون لاجئ سوري. خلال لقاء مع الرئيس سليمان، أكدت كونوي موري على تمسك فرنسا بموقفها الداعم للبنان بما يضمن سيادته ووحدته، وبالتزام الفرنسيين بدعم الجيش اللبناني من جهة والمساعدة في مسألة النازحين السوريين من جهة أخرى عبر العمل على مساعدة المجتمعات المحلية أيضا. ولكنها تقول أن الأزمة السورية مرشحة بأن تطول وإدارة تداعياتها بحاجة إلى إعادة نظر. بعد أحداث شهر آب هناك ضرورة للتفكير فيما بعد الهجوم الكيماوي والأشهر القادمة، ويجب أن نقول لأنفسنا أنه لابد من إدارة شؤون هؤلاء اللاجئين بطريقة مختلفة. إذن لا يمكن أن نضع مخطط عندما لا نعلم ما سيحصل. ربما الآن سيكون هناك تعبيرا أوضح عن حاجات لبنان للتخفيف من الضغط الحاصل. الوزيرة الفرنسية أضافت أن فرنسا ستساعد عبر برامج محددة، وأكدت أن الوضع أصبح أفضل بالنسبة للفرنسيين المقيمين في لبنان، ولكن حكومتها لا تزال تحذر مواطنيها من الذهاب للبنان للسياحة. اللجان المشتركة تلتئم دوريا، ولكن ما مصير مشاريع القوانين؟ في المجلس النيابي اجتماع للجان المشتركة ودراسة ملفات بيئية كالنفايات الصلبة ونوعية الهواء والمحميات الطبيعية ومالية كمكافحة تبييض الأموال. وفي الجلسة أيضا إقرار مشاريع قوانين وتشكيل لجان فرعية وتحديد مهل زمنية. فلما كل هذه الاجتماعات والمقررات طالما أن الجلسات التشريعية معطلة والحكومة مستقيلة؟ خلينا نقول أنه مجرد انعقاد جلسات اللجان المشتركة عم بتكون بادرة خير بعودة المجلس النيابي إلى انعقاد جلساته إلى عمله التشريعي، نوع من المحافظة على ماء الوجه مش للرأي العام فقط بس لألنا أيضا. إذا في قوانين كلها عم ناخدها هيدي هلي عم نكرها، فيها بالمستقبل أي حكومة جديدة أو أي مجلس نواب جديد بعد الانتخابات في هيدي يرفضها وفيها ردها كلها ويرجع دراستها من أول وجديد. بعد الجلسة لقاءات على الواقف بين النواب واستشارات سريعة وزملاء عاطلون عن العمل بفعل العجز السياسي، نائب يدخل وآخر يخرج، وكما دخل الأول خرج الثاني. ليش في أحلى من مجلس النواب؟ وتيرة العنف ضد المرأة تأخذ منحا تصاعديا. القانون اللبناني يتيح للرجل اغتصاب زوجته. بهذه البساطة وبهذه البشاعة تتعرض نساء في لبنان للاغتصاب كجزء من واجباتهن الزوجية. تتعرض الكثير من النساء إلى العنف الجنسي داخل العلاقات الزوجية، والإحصاءات حول هذا الموضوع محدودة لأنه لم يتم الاعتراف به كقضية من قضايا الصحة العامة إلى مؤخر. الاغتصاب في إطار الزواج أم خارجه وجه من وجوه العنف الجنسي الحاصل في لبنان، العنف الذي قد يكون لفظيا جسديا أو نفسيا لا فرق، فالثابت الوحيد أن وتيرته ارتفعت في السنوات الأخيرة في لبنان بين اللبنانيات، ولكن أيضا
بين اللاجئات السوريات. تعرضوا من قبل البيئات المستضيفة لأشكال عنف لفظي عنف جنسي لفظي وكلامي، وحتى قد يعني مثل مثلا أدي حقكم فينا، يعني رخاص أنتم، يعني رخاص جايين لعنا فينا نشتريكم. عنا الجنس مقابل العيش بسموه سيرفايفل سكس، يلي تلجأ النساء بسبب الوضع، يعني الإحساس يعني عدم إمكانية وجود أي داعم أو معين بلجوء لخدمات الجنس مقابل العيش. العنف الجنسي ضد النساء ليس على جدول أعمال الطاقم السياسي. في الانتظار تزدهر الظاهرة وتنمو بمباركة ثالوث القانون، رجال الدين والمجتمع. العثور على جثة السائح تشيكي في الوادي المقدس بعد أسبوع على اختفائه. في وادي حصرون وعلى مجرى المياه الذي يبعد نحو كيلومتر شرق مزار مرتومة، عثر على السائح التشيكي توماس ريزيكا جثة هامدة بعد سقوطه بين الصخور. وقد عمل مغاوير الجيش بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني ونواطير اتحاد بلديات بشري وقوى الأمن على سحب الجثة ونقلها عبر الحبال. ظلت هاي المنطقة برامنا ويدي حتشيت برامنا ويدي مرليش عبرنا، ظلت هاي المنطقة تحت حصرون. وكانت عملية الانتشال صعبة للغاية نظراً لوعورة المنطقة الجبلية، ونقلت الجثة عبر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى مستشفى طرابلس الحكومي، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقها بالحادث. في النشرة ولكن بعد الفاصل، إسرائيل وتوقيت كشف الجاسوس الإيراني وكيفن شحود نجم لبناني صاعد. والآن إلى الأخبار الإقليمية والدولية. رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن جهد إيران الواسع والمحموم للحصول على الأسلحة النووية استمر منذ انتخاب الرئيس الجديد حسن روحاني. وقال نتنياهو: أود أن أصدق روحاني لكني لا أستطيع. وتأتي كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت تطرح أسئلة في إسرائيل حول توقيت الكشف عن الجاسوس الإيراني وجدوى استمرار سياسة المواجهة مع طهران. مع انعقاد أول جلسة علنية للمعتقل الإيراني في إسرائيل علي منصوري المتهم بالوصول إلى تل أبيب للتجسس لصالح إيران والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية، تعمقت الخلافات والنقاشات داخل إسرائيل حول الهدف من الترويج لهذه القضية وتوقيتها، بعدما أكدت محامية منصوري التي أوكلتها النيابة للدفاع عنه أن لا أساس ولا أدلة لمعظم ما جاء من تهم، خصوصا التخطيط لعمليات ضد إسرائيل. الصورة المألوفة لتوجه الشباك نجدها في اتهام المتهم كمن وصل إلى البلاد لتنفيذ عمليات، وهو أمر بعيد عن الواقع ولا يعتمد على أي أساس. لكن الشباك الذي رضخ للأوامر السياسية بكشفه تفاصيل القضية يصر على أن الحرس الثوري الإيراني يقف خلف تجنيد منصوري، غير أن الإسرائيليين أجمعوا أن حملة التحريض التي رافقت الاعتقال جاءت كخطوة استباقية لحملة بنيامين نتنياهو في واشنطن ونيويورك لمواجهة النووي الإيراني. ورأى رئيس شعبة الاستخبارات السابق عموس يدلن أهمية في دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي بحسب يدلن هي من مصلحة إسرائيل، فإما أن تنتهي باتفاق جيد يبعد إيران عن القنبلة النووية أو بفشل يمنح شرعية خطوات أخرى للقضاء على النووي الإيراني. موقف يدلن يحظى بأذان إسرائيلية صاغية، فجهات عدة تخشى أن تنتهي حملة نتنياهو بورطة جديدة لإسرائيل لا تنعكس على العلاقة مع الولايات المتحدة فحسب، بل دول الغرب أيضا. أمال شحادي من مدينة حيفا. الحكومة الأمريكية تتوقف عن العمل جزئيا، والسبب خلاف حول الموازنة.
إغلاق جزئي لعدد من الدوائر الحكومية لم تشهده الولايات المتحدة منذ 17 عاماً بدأ مساء الاثنين بعدما فشل الكونغرس في إقرار ميزانية العام الجديد. ما يقارب المليون موظف حكومي يعتبرون غير أساسيين هم الآن في إجازة قصرية غير مدفوعة. وفيما سيصرف جزء كبير من الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، أعلن الرئيس الأمريكي استمرار العمليات العسكرية. Those of you in uniform will remain on your normal duty status. The threats to our national security have not changed, and we need you to be ready for any contingency. الفشل في إقرار الموازنة يأتي بسبب التباين في الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، علما أن إقرار الميزانية بحاجة إلى موافقة المجلسين. التباين كان على إقرار إصلاحات الرعاية الصحية التي يتبناها أوباما، فالجمهوريون أصروا على تأجيل هذه الإصلاحات كشرط لإقرار الميزانية، وهو ما رفضه الديمقراطيون الذين اتهموهم بالتعطيل. You do not use the threat of shutting down government to try to advance your policy agenda. That's just not the way it works. And that's what is called irresponsible, and that is why this is the Tea Party government shutdown. ليس واضحا كم ستدوم الأزمة، غير أنها دليل جديد على صعوبة مهمة أوباما في الحكم في ظل كونغرس منقسم على نفسه بين الجمهوريين والديمقراطيين. ما هو التأثير الحقيقي لتوقف الحكومة الأمريكية عن العمل؟ التعطيل الحكومي كهذا يطرح العديد من الأسئلة، فكيف يمكن لدولة عظمى كالولايات المتحدة أن تتوقف عن دفع الرواتب؟ بكل بساطة، دون موازنة للمؤسسات الحكومية لن يكون هناك أموال تدفع للموظفين، هذا في الولايات المتحدة. أما في لبنان فإن الرواتب والنفقات تصرف حتى من دون إقرار الموازنة، أي على قاعدة الاثني عشرية. وهل يعني هذا أن الاقتصاد الأمريكي سيتضرر بشكل كبير؟ لا، لأن هذا التعطيل هو نتيجة لعدم اتخاذ القرارات في الكونغرس بصرف الأموال وليس بسبب عدم وجودها، كما وأن عدد الموظفين الذين يشملهم التعطيل ضئيل بالنسبة لعدد العاملين في الولايات المتحدة وهم موظفون غير أساسيين. هل سيؤثر هذا على سعر الدولار؟ ذلك سيعتمد على عاملين، الفترة التي سيبقى فيها الكونغرس من دون قرار وردة فعل المستثمرين على ذلك. إلى متى سيستمر هذا التعطيل بدفع الرواتب؟ مجموع أيام التعطيل بالميزانية في تاريخ الولايات المتحدة وصل إلى 110 أيام، فيما يتوقع المحللون أن يستمر هذا العام إلى بضعة أيام. وماذا سيحصل لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة؟ إلى الآن وبحسب السفارة الأمريكية في لبنان لن تتأثر طلبات الفيزا، لكن في حال استمر التعطيل أكثر من أسبوعين فسيكون هناك تدابير أخرى. وترقب غدا تقريرا عن التأثير الاقتصادي لهذا التعطيل في الولايات المتحدة وحول العالم. والآن إلى المزيد من الصفحة الاقتصادية مع ليا فياض. مساء الخير. تعطل الدوائر الحكومية بالولايات المتحدة بسبب أزمة الميزانية ممكن يأثر سلباً على المنطقة العربية، واستمرار ارتفاع سندات الخزينة الأمريكية رح يأثر تلقائياً على الأنظمة النقدية بالمنطقة العربية المربوطة جميعاً بالدولار الأمريكي، مما قد يجبر المستثمرين على الخروج من استثماراتهم بما فيها الاستثمارات النفطية. هيدا يلي أكده رئيس إدارة التنمية الاقتصادية بالأسكوا عبدالله الدردر اليوم خلال مؤتمر لإطلاق دراسة عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة العربية لسنة 2012-2013. وخلال المؤتمر لفت الدردري إلى أنه بالرغم من ارتفاع التوترات السياسية بالمنطقة وخاصة بسوريا، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة العربية 4.8% عام 2012 بفضل عائدات النفط، علماً أنه الانخفاض المتوقع بأسعار النفط الخام بسبب ضعف الطلب رح يؤدي لهبوط هالنمو ل 4.4 بأواخر 2013. 760 ألف هو عدد التطبيقات أو الأبليكيشنز الموجودة بمتجر أبل ستور بالمقارنة مع 50 ألف فقط عام 2008، وشراء جميع هالتطبيقات بيكلف 1.13 مليون دولار تقريباً بالوقت الحالي. وبحسب موقع فون أرينا، تطبيقات فئة الأعمال هي الأعلى كلفة بينما فئة الألعاب هي الأقل كلفة. تصبحوا على ألف خير. والآن إلى صفحة الرياضة وخالد مجاهز.
مساء الخير، بداية رياضة الليلة مع كرة القدم الأوروبية يلي رح تكون مع انطلاق المرحلة الثانية من تشامبيونز ليج، حيث تتجه كل الأنظار إلى اللقاء يلي خطف الأنظار عندما بيخوض فريق برشلونة لقاء صعب جدا بسكوتلندا أمام فريق السلتيك ومن دون ليونيل ميسي اللي تأكد غيابه، فعاد هاجس الشك عند جمهور الفريق الكتالوني. بالتنس رح نتوقف الليلة مع موهبة واعدة اختارت انها تساعد برفع المستوى اللبناني من انها تستفيد من امكانيات دولة السويد يلي بعيش فيها. بفوزه ببطولة غرب آسيا لتحت ال 14 سنة بالتنس بيكون لبنان حقق إنجاز نوعي بهالرياضة. لما رح نتوقف مع التفاصيل رح نكتشف إنه صاحب الإنجاز هو كيفن شحود يلي بيبلغ من العمر 11 سنة فقط وبيتمتع بموهبة خارقة. تفوق على لاعبين بيكبروه على الأقل بسنتين وفاز بكل مبارياته بالبطولات اللبنانية وبسهولة تامة. هاللاعب المميز بالتنس هو سويدي الجنسية، خلق وعاش بالدولة الاسكندنافية وقدر إنه يكون فيها سريعا بين أفضل 3 لاعبين لتحت 12 سنة. حلمي أوصل صير إنه بروفيشنال مثل نادال. كيفن يلي بيتكلم العربي بشكل متقن رفض دعوة للالتحاق بمنتخب السويد لتحت 12 سنة، علما أن السويد هي من أبرز دول العالم بالتنس، أنجبت أسطورة اسمها بيون بورغ ونجوم مثل ستيفان أدبرغ وماتس فيلاندر. والده لكيفن جورج شحوت كان هاجر إلى السويد بالعام 87، بيعمل بنطاق المطاعم وبيعتبر أنه ابنه هو مكسب للبنان قبل ما يكون مكسب لإله. إلنا الفخر يعني نلعب باسم لبنان يعني وكيفن كمان. اتحاد اللبناني للعبة بيشوف كيفن مشروع وطني كبير بإمكانه أنه يتحول لحلم لبنان بالتنس إذا تم متابعته وخاصة دعمه. عيب علينا نحن نضلنا نقول بدنا بطل يطلع من عنا وما نقدر نجمع مبلغ 50,000 أو 60,000 تنقدر نساعد أهله لكيفن يوصلوا لبنان لهذا المستوى. السؤال بيبقى هل رح يندم كيفن شحود يوما على اختيار حبه للبنان على إمكانيات السويد الجبارة بلعبة التنس أو رح يكون في التفات رسمي لاحتضان هالموهبة الكبيرة؟ كل النجاح طبعا لكيفن شحود ليرفع العلم اللبناني بكل البطولات يلي عم بيشارك فيها. صفحتنا الرياضية انتهت، نرجع نحن وياكم لنتابع نشرة الأخبار مع يزبك. شكرا لك خالد، والآن مشاهدينا إلى الأحوال الجوية مع لارا. مساء الخير، طقس المستقر اللي عم يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط رح يتحول إلى متقلب ابتداء من يوم الخميس. الليلة طقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات. الليلة الحرارة على الساحل عم تسجل 22 درجة. بكرة طقس غائم جزئيا، أيضا ضباب على المرتفعات مع انخفاض بدرجات الحرارة اللي عم تسجل لبكرة أقصاها 29 درجة. الريح بالإجمال لبكرة رح بتكون شمالية غربية حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة، أما نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و75%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ لبكرة الأربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات مع 29 درجة، لنهار الخميس انخفاض بسيط ل 28 درجة وطقس غائم إجمالا مع احتمال لأمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة بالمناطق الشمالية وعلى الجبال. نهار الجمعة انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ل 26 درجة وطقس غائم جزئيا، أما لنهار السبت انخفاض إضافي أيضا لل 25 درجة وطقس غائم جزئيا. وهلأ مثل العادة منشوف صوركن. والصورة الأولى لعرمون من عبد خطيب، من الكورة لميشيل نجار، من شحتول لميراي أبيرات، من المينا لمنذر حسني، ومن جونية لرولان الحاج. مشاهدينا هيدا كان كل شيء، لمزيد من التفاصيل تابعونا بنشرة بكرة. عودة لك يزبك. شكرا لارا، إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.